الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدين هذا المساء أن يكون في حضرة الدكتور محمد الواثق في إضاءات حول قانون الإيجار أو الإيجارات، ونظرا لأهمية قانون الإيجارات في حياة الإنسان، رأينا أن نلقي بعض الضوء على القانون الساري في إمارة الغرب الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإضاءات حول قانون الإيجارات في السودان في حالة الاستفسار، لكن الضرورة تقتضي أن نركز على قانون إيجار الأماكن في عمارة أبو ظبي رقم 6 سنة 2005 مع تعديلاته. والأخ الواثق يعني غني عن التعريف، لكنه ذو صلة وثيقة بالإيجارات وبقانون الإيجارات لطبيعة عمل في لجنة الإيجارات، وهي اللجنة القضائية المختصة بالفصل في النزاعات بين الملاك والمستأجرين. ورحب بالحضور، وإن شاء الله نتمنى أن تكون الندوة مفيدة، وشكرا جزيلا. أنا أشكر المبتدا للمرة الثانية إن أنا يعني أكون في سنتين يعني تقريبا نفس التاريخ في ذكرى، وأن تكون يعني الناس كلها يعني في تاريخ يعني تشكل كثير من الناس يعني ذكرى مهمة جدا، هو 6 أبريل. القوي على الضعيف ده قانون، يعني حتى في المجتمعات البدائية كان أهمية في أهمية للقانون. بدأت الخليقة كان في تدافع، كان الأصل في التدافع إنه البقاء، لذلك كان في قواعد تحكم هذا الصراع بين البقاء، يسموه غرقاء. حتى الصراعات من البقاء كانت تسموها غرقاء، البداية دي لتوضيح أهمية القانون. صحيح الحديث عن الوضع القانوني يكون شوية جاف إذا كان ما تحيلت على مناهج الدراسات القانونية. طبعا الجماعة ضرورة لمعيشة الإنسان البقائي، يعني التدافع كما قال الفلاسفة الإنسان كائن اجتماعي طبعا. هذه الاجتماعية استلزمت بالضرورة أن يكون في تنظيم لهذه العلاقة، فمن هنا جاءت أهمية القانون، والقانون هو لازم لتنظيم الجماعة. طيب والنظام ركن أساسي من كان تنظيم الأفراد في جماعات، ومن غيره ما تستقيم العلاقات ولا تستقر البلاد. طيب يبقى لابد من وجود قواعد عامة تحكم في سبيل الشخص إنه يحصل على الحقوق، وكذلك لابد قواعد نازلة عن بعض الأمور لمصلحة الجماعة. وهنا بتدخل السلطة هي اللي بتحدد القوانين وتضع الآليات لتنفيذها. طيب إذا كان أي التزامات واتفاقات بين الناس ما كانت مرتبطة بجزاء ومخالفات، ما تكون قواعد أخلاقية، ما تكون قانونية. نحن كنا دخلنا للمحاضرة إنه ضرورة وجود قانون. طيب بالتالي التدافع البشر ودخولهم في علاقات في المجتمع كان لابد من ضبطها، سواء قواعد قانون عام تقوم به الدولة، سواء جنائي وكذا، وعلاقات بين الناس نفسهم اللي هو القانون المدني يسمونه، يعني
حديثا سموه الاخوان المدني، ولذلك ظهرت العقود. العقود هي اللي تربط المعاملات بين الناس. ممكن الحكومه تدخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في العلاقات وتضبط حقوقها والتزاماتها وواجباتها عن طريق الغنى العام، تدخل في العلاقه بصفتها صاحب السلطه والسياده. غير كده بتكون العلاقات بين افراد المجتمع هي المنظمه العقود والناس على شروطهم يعني. ولانه تقريبا الواحد من الصباح يصحى صباح المساء يدخل في كثير من العقود من غير ما يحس يعني يمارس مسألة العقود دي بصوره يوميه. لذلك يعني اهميه معرفه العقود دي مهمه جدا للفرد. ف و من اهم العقود يعني بعد البيع هو عقد الايجار. اما مش ايجار اماكن، عقد الايجار عموما يعني. لذلك هنفرد هذه المحاضرة اللي قلت لكم عقد إيجار الأماكن أو عقد الإيجار عموما. طبعا بدل في الذهن لأي شخص عادي أو أول ما يقول عقد إيجار طوالي يقفز الذهن طوالي عقد الإيجار السكني، لكن عقد الإيجار عموما القواعد العامة في القانون المدني هي منظمة عقد الإيجار بصورة عامة. بعد ذلك عقد إيجار الأماكن، عقد السيارات، السفن، الطائرات، كثير من الأشياء اللي عقود تحت الإيجارات المرتبطة بالمنفعة، كل واحدة منظمة قانون مختلف لوحدها. طيب يعني طيب أنا زي ما ذكر مولانا بحكم عملي في الذي فضل الملاءات الإيجارية هنا يعني تجيني كثير من اتصالات واستفسارات من اخوان سوريين بالذات يعني. فعشان كده فكرت في حكايه طرح هذه المحاضره وهذه الجلسه نسميها او اكثر يعني عشان نتكلم عن طيب من حجي في المحاضره دي حكون يعني حكون اول حاجه القي نظره عامه على قانون الايجار عقد الايجار واتناول عقد ايجار اماكن مش عن طريق منهج تفسيري كما درجة القانونية انه يمسك القانون ماده يفسروها ويفصلها كده. منهجي هيكون موضوعي اللي هو هختار في الجزء الثاني من المحاضره هختار اشكالات عمليه مرتبطه بقانون بالعلاقه الايجاريه بين الملاك والمستاجرين. وفي الاخر طبعا اي محاضره قانونيه مرتبطه بالناس المساهمات تحت الناس هي وسائلهم بتشكل جزء كبير جدا من المحاضره نفسها. الاوتبوت بتاع المحاضره بيكون من الاودينس الناس اللي الرد عليهم ده بيكون جزء كبير جدا من الناس، خاصه انه بيطرح الحلول العمليه والمسائل العمليه لها. اتمنى انه بعدين اي واحد يعني يسال اسئله كل اللي عاوزها، مع العلم الرد المنصه بتفترض ردود معينه، وبعد ذلك الاستشاره القانونيه بتكون عندها طرق وعندها عقد الإيجار عموما يعني هو عقد يلتزم مقتضاه انه المؤجر انه يمكن المستأجر بالانتفاع بشيء محدد لمده معينه لاجل معين. يعني عندك عقد الإيجار في ثلاث عناصر اللي هو عقد المنفعه والمده والأجرة. اي عناصر اللي توفرت في اي علاقه قانونيه ده اسمه عقد إيجار. طيب يعني في اطراف على التعريف البسيط يعني انه في اطراف في هذه العلاقه اللي هو مؤجر ومستاجر وشيء محدد اللي هو شيء ماجور يعني سواء كان سياره سواء كان بيت سواء كان انا قدام اطرح عليكم كثير من اشكال صور مختلفه من عقود الايجار في الحياه. طيب طرفي عقد الايجار هم المؤجر والمستاجر. الاصل ان المؤجر يكون هو المالك، الاصل انه يكون مالك الشيء، هو لانه حق الملكية حق مالك جامع يعني اللي صاحبه الحق في انه يستغله ينتفع به يتصرف فيه وكذا. ال
الطرف الثاني اللي هو المستاجر. قبل ما يجي المستاجر تشوف المالك، المالك في متعلق بالعلاقة التجارية المؤجر ممكن يكون مش المالك لأنه حق منفعة. حق المنفعة ده ممكن إن إذا كان في اتفاق وما في اتفاق إنه صاحب المنفعة ممكن يأجل منفعته، يعني ممكن يأجل. عشان كده ناس في عقود التجارة نظمة مثلا تأجيل الباطن إنه الشخص ممكن صاحب المنفعة يتنازل يستفيد من منفعته ليه؟ ما يملك أصل العين لكن يملك منفعته يقدر يأجل ثاني. أوضح صور هذه الثانية عقود الاستثمار في الموضوع الحين دلوقتي كنت كابوزور هنا عقود الاستثمار تلاقي الناس تعمل أحد ياخذ شيء ويعيد استثمار ثاني يأجل منفعته يعني يستثمر. طيب في قواعد خاصة تتعلق ب إدارة أموال الخصة اللي هم قاصر من التأجيل في قواعد معينة في المعلومات الشخصية وفي قواعد في القانون الثاني المنظمة اللي متعلق بمسألة تأجيل الولية والوصية والغيم لأموال الأخوان القاصر. المستأجر ممكن يكون أي شخص يكون مستأجر يعني بس تتوافر فيه الأدية اللازمة لعقود الإدارة. سؤال للمدين كان في وضع قانوني موجودين. أنا ممكن أشرح المصطلحات تكون قانوني يعني تكون من حاجة بديهية يعرفها. ويسمح لي الناس التانيين إذا أنا مريت على بعض المصطلحات القانونية ومروا سريعة أطول إنها عادية بالنسبة لنا يعني تتعدي تضبط إن أنا ما أشرحها. أي شخص مدير أهلية للمال إدارة يعني التصرفات هي الأعمال عند شقين أعمال إدارة أعمال تصرف. التصرف ده من ديك المال طبعا يعني تتصرف في الشيء نفسه. الأعمال إدارة هي منفعة واستغلال والاستثمار. فأي شخص قلت أنه أي شخص ممكن يكون مستأجر. طيب من التعريف السابع عقد الإيجار ممكن نطلع في خصائص أو عناصر عقد الإيجار هي اللي هو عقد الغاية. عقد الغاية اللي هو بالقانون عقد الغاية اللي هو مجرد انتقاء إرادتين يعني متعاقدين يكون عقد معي. يعني أنا يا أخي والله أستلم القرض ده تستلم كم؟ تستلم 25 درهم. هنا عقد الحق خلاص إيجار وقبول ما يتطلب يعني بشكل معين لإفراغه. على الرغم من الحين اتجاه كل القوانين الحديثة إن الحق الظاهر كان تعمل كل العقود شكلية إنها تكون تفرغ بشكل معين كده من ناحية التوثيق ومن ناحية التسجيل من ناحية. طيب العنصر الثاني من عناصر القضية إنه عقد زمني يعني مرتبط بمدة معينة يعني لازم يكون عقد إيجار محدد مدة معينة. وبالتالي تتحدد الأجرة وفقا لهذه المدة. في شروط وإجراءات في كثير من القوانين المتعلقة بالإيجار ممكن توضح إنه كيف يمتد عقد العقد كيف يمتد وكيف ينتهي وكذا. طيب هو من عقود المعاوضة يعني شو عقود المعاوضة في القانون هي إنه يكون فيها شيء مقابل شيء يعني ده أنا اتفق مقابل يعني أجرة مالية. وكذلك العنصر الثالث هو عقد ملزم للجانبين يعني جرى من العقد يرتب التزامات في ذمة المستأجر وذمة المالك. طيب برضه هو من عقود الأعمال الإدارة عقد الإيجار من إدارة يعني شو عقود الإدارة يعني بيملك المنفعة حتى لو كنت مالك العين نفسها مالك الشيء نفسه تقدر أنت تعقد عقد إيجار مع أي شخص ثاني بصفتك يعني بصفتك مستثمر بصفتك منتفع بصفتك مستأجر نفسه. طيب أحكام عقد الإيجار. عقد الإيجار بيرتب التزامات في ذمة الطرفين يعني بالنسبة للمؤجر بالنسبة للمستأجر. بالنسبة للمؤجر إنه يلتزم إنه يسلمك الشيء المؤجر يعني يلتزم يسلمك إياه يفي بالغرض الذي تم التعاقد يعني. لو كان أجر سيارة تكون جاهزة صالحة يكون بيت صالح كذا يعني الانتفاع به. الالتزام الثاني إنه يلتزم المؤجر بإنه يصير الشيء المؤجر لك ده الالتزام الأصيل بتاع بالنسبة للإيجار. الإيجار حابب كيف تعرف الصيانة بالنسبة للصيانة كعقد إيجار أماكن. طيب، التزام الثالث بالنسبة للمؤجر التزام ضمان
انه انه الملك انه ما تتعرض لضمان مادي لضمان لتعرض قانوني، تعرض مادي تعرض قانوني، يعني يسلمك الشيء محل عند الايجار ويضمن لك انه ما في حد ينازعك فيه يعني من ناحيه قانونيه او تعرضك من ناحيه ماديه. طيب بالنسبه للمستاجر اهم التزام هو التزام انك تدفع المقابل الاجر مقابل الدفاع. الشيء الثاني انك تستخدم الشيء وتحافظ عليه وتدرسه زي ما هو وتستخدمه وفق ما تم الاتفاق عليه. طيب في الاخر انك في الاخر لما تنتهي منفعتك لازم تلتزم التزام الاخير التزام برد الشيء اللي انت دفعت منه وكان شيء محل عقد الايجار. طيب انا اذكر بعض الصور المختلفه ليه لعقد الايجار قبل ما ادخل في عقد ايجار اماكن. طيب في مشكله في شويه اللي هو الايجار التمويلي اللي اسمه الايجار المنتهي بالتمليك. دي يعني طبيعه التعاملات اسمها تعرف دي حاجه تكون ظاهره في مميزات العقارات والانشاء الشقق هذه بعد كذا بيدفع جزء قسط سنوي وقسط شهري فيما يتعلق بالسكن وبعد ذلك في الاخر تنتقليه بعد ما ينتهي من الاقساط تنتقليه الملكيه فده يسموه الايجار التمويلي وده بيظهر دائما في المصانع دائما في شركات كبيره ومصانع كبيره لما يمولوا مصنع او يمولوا بعض الجهات الخدميه كده الصناعيه بتكون في الاخر بتكون في اتفاق تنتقل لل طيب نشوف لنا حاله كده اذا واحد عنده بيت و يعني بيت باع والبائع ده ظل ساكن في البيت لفتره معينه هذا يعتبر عقد ايجار ولا عقد ايجار اي عام ولا عقد طبعا ده يكون عقد ايجار اذا اتفق الطرفين انه يخصموا الفتره دي من مبلغ هذا دي يعطي عقد ايجار مباشره يعني بعدين اذا ما طلع لا اذا ما طلع دي وين يكون الفرق بيجي؟ الفرق بيجي اداره الدعوه بين انا ارفع دعوه وفقا لعقد البيع ولا ارفع دعوه يبغى العلاقه دي علاقه ايجاريه. طبعا الاسهل لكن السودان الاسهل انك ترفع دعوه بدنيه انه الشخص ذا اخلى بالتزام بتسليم الشيء المبيع عرفت لكن ممكن يرد يفتح لك باب انه الشخص ذا يدخل فصل العقد ممكن يوم الاشياء كانت تقتل عينه تدخل فيه بعد ذلك يجي يصير بايع ثاني ويكون اداه قروش كثيره ويرجع لك قروشك وتنفيذ عليك صعب وقصه دي لكن هو في الاخر هو ده عقد ايجار ما فيك انت طيب صور ثانيه من صور الايجار طبعا نحن السعوديين ما عندنا قصه هي كانت انه ايجار خزنه للبنك انت شفت تاجر خزنه تخص في حياتك هل هي وديعه ولا ايجار؟ طيب ما دام هي اذا كان المفتاح عندك انت مفتاح انت تفتح الخزنه انت وراك حاجه تخص في حياتك ما يوصل ده عقد ايجار لانه البريد ليس صندوق البريد هنا ده عقد ايجار صحيح في جهات بيكون بيع وتحط لك في حياتك لكن المفتاح عندك ما دام المفتاح عندك انت يقول ده عقد ايجار يعني اذا انت يعني البنك ما يضمن لك اي حاجه فيما يتعلق بالموجودات اللي انت حطيتها في الخزنه بتاعتك. طيب في عقد غريب جدا احنا هقول لكم اللي هو عقد تاجير ارحام. طبعا الصوره دي ما عندنا لكن في دول تاخذ بيه وعنده شروط كده طبعا ده هو اذا طبقنا الثلاث عناصر بتاعت عقد الايجار تاجير الرحم ده عقد ايجار كمل عناصر يعني شنو تاجير الرحم؟ رحم يعني واحد يحط النطفه تيجي تقول يا اخي مين رايح ولا تشيل النطفه بتاعتها في الكلام ده في موجود الحاجه الكلام ده ما يتورث هي موجوده لكن بس المده كيف المده كم؟ حتى ما يحكي الى تل الدنيا الى ان تضع حملها عرفت كيف؟ طبعا يبقى البحث يتم في المشروعيه بالنسبه لي احنا عندنا مشروعيه طبعا احنا المشروع عندنا والاخلاقيه عندهم يعني عند الناس اللي الجهات لا موجود يعني طبعا طيب بالنسبه للتاكسي يعني ايجار العربات التاجير يعني مثلا اذا دخلت مثلا انت يعني في متصور فيه اثنين اللي هو في عقد مقابله وفي عقد ايجار مثلا اذا اجرت لي عربيه مع سواقه من شركه مع سواق ده ما عقد ايجار
فترة طويلة إنه العربية يكون عندهم هم يجيب بس التزمة اللي يجيب لك الزوجة يجيب لك وصلك ويديك. ده عقد مقاولة في تقديم خدمة معينة عشان الناس تكون عارفة. أما إذا الدول العربية شفتها أنت بتنازع رجال خدمة معينة ده عقد رجال. طبعا الالتزامات فيه بتختلف في أنا ما بدي أخش في هذا الكل في الفروقات في التزامات وكذا عشان لكن دي صور مختلفة من عقود الرجال ممكن تتم في البلد. طيب ليه انا هركز على عبد الجار؟ لماذا عبد الجار؟ اول حاجه عبد الجار هو من اكثر تدي اهميه الرجال من اهميه العلاقه نفسها. طبعا من اكثر العقود شيوعا في الدنيا هسه بعد عبد الجار ثم العقود المسمى من اكثر العقود شيوعا يجي المرتبه الثانيه بعد عبد البيع اللي هو عبد الجار. طيب هو عنده اهميه كبيره جدا من ثلاث جهات، اهميه اقتصاديه واهميه اجتماعيه واهميه يعني قانونيه. الاهميه الاقتصاديه انه طبعا هو وسيله يمكن الملاك من استثمار يعني اموالهم وعقاراتهم كذا مع احتفاظ ملكيتها يكون محتفظ ملكيتها بعد ذلك استثمار، وبالتالي بيفتح باب لبعض المستثمرين اصلا يعني في ناس الحين يكون ما عندهم القدره على شراء يعني اراضي او يتخوفوا من الملكيه عشان كذا يدخلوا في ذلك ميز انه بالذات فيما ارتبطوا بنا يعني بدات التجارات تدخل في المضاربه يعني البعد الاجتماعي للايجار يعني شويه كذا تحسبوه مش موجود هنا عرفت كيف؟ باعتبار انه في ناس يحصلوا بالاحتكار عشان ياجروا اكثر من 10 شقق 15 شقه ودلوقتي ظهرت شركات كبيره بتبيع العقارات عشان كذا هي المتحكم في السوق يعني سواء كان منظومه تجاري او منظومه اسلامي يعني في السوق يعني. طيب البعد الاقتصادي الثاني اللي هو الناس الطبقات الوسطى يعني بتقدر ان تلبي حاجتها فيما يتعلق بالسكن بانها تستاجر يعني وفقا لقدراتها. طيب وبالتالي ده بياثر على على الدخل يعني الدخل القومي بتاثر بمساله توزيع الدخل بالافراد في المجتمع. طيب طيب من ناحيه اجتماعيه اهميه شنو مرتبط بحاجه اساسيه من حاجات البشر اللي هي السكن من اهم الحاجات طيب وهو وسيله قانونيه انه الطبقات الوسطى والضعيفه انها تحصل على مساكنها وبالتالي انه نحد كثير من الظواهر الاجتماعيه السابقه المتعلقه بعدم وجود سكن يعني. طيب وهو طبعا لما قلت انا من اكثر العقود شيوعا بين الاشخاص والهيكل الاجتماعي بيكون فيها فئتين مؤجرين ومستاجرين فبالتالي ده بيأثر على التركيبه الاجتماعيه فيما يتعلق ب انا ما عايز اخش في امور دقيقه اكثر من كده. طيب من الناحيه القانونيه والتشريعيه هو اعتبار انه اكثر العقود شيوعا ده بيدخل بتشعب فيه العلاقه وطرف العلاقه فيها مصالح فيه مضاربه بين اثنين مصالح واحد عاوز يصير باح يعني في السوق والثاني عاوز يعني يغطي حاجه باقل تكلفه ممكنه فده كله يؤدي الى في نزاعات كده دائما تتدخل الدوله في مساله تنظيم العلاقات ووضع قواعد امره يكون فيها التوازن بين مصالح الطرفين تاع العلاقه. ده بيقول لي انه اشرح الحاجه معي اليوم في مبدا اسمه مبدا سلطان ايران. يعني فيما يتعلق بالعقود الاطراف هم حرين جدا في انه يضعوا كافه شروط التعامل. حرين جدا. ده اسمه مبدا سلطان ايران. الدوله بتتدخل في الرجال بصوره واضحه جدا بانها تغيب هذا السلطان، اسمه مبدا تغيير سلطان ايران. دخل متعلق بالمده ومتعلق بالاجره وكذا في كثير من القوانين. طيب من الناحيه القانونيه الثانيه اهمها انه زي ما ذكر مولانا انه كثير من التشريعات للطبيعه الاجتماعيه بتاعت الرجال لجات لانه تبعد هذه النزاعات حتى اليات حل النزاعات تبعد من القضاء العادي. اول حاجه يعني يكون في حلول اجتماعيه للمساله. ثاني حاجه تبعدها طبيعتها
سريع يعني تبعد عن تعقيدات الجوات القانونية الجامعة. فدي دي من الناحية القانونية. طيب بالنسبة لإيجار الأماكن في أبو ظبي طبعا في السودان طبعا قانون إيجار المباني سنة 21 هو اللي بيحكم العلاقة بين المجتمع في السودان. في أبو ظبي هنا قانون 24 سنة 2006 هو اللي بيحكم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. طيب أنا منهجيا أحكي وجهي ما حمسك يعني قانون مادة وأفصل. اخترت بعض المواضيع المهمة جدا المرتبطة بالناس تعرفها وسميت إشكالات. يعني كم خمس إشكالات كده حتى أتناولها. وعندك أكيد في كل زين واحد في كل واحد فيكم عنده المسألة بتاعته يعني تكون عنده إشكالية معينة فيها. طيب فيما يتعلق بالأراضي المرتبطة بالعقارات، على أي العقارات تنطبق قانون الإيجار؟ طيب منهج القانون في مرض أبو ظبي اللي هو عمل معرفة العقار الذي يخضع لقانون الإيجار مباشرة، لكن عرفه عن طريق استبعاد. قال تسري هذه أحكام هذا القانون عقارات الأماكن وأجزائها باختلاف أنواعها المؤجر للسكنة أو ممارسة أي نشاط ما عدا نعترف مو استبعاد في القانون بالتفصيل تفسيرها بقول هذا اللي هو مع الاستبعاد. والعقارات الزراعية عندها قانون خاص بها طبعا. والمباني التابعة لها المباني الموجودة في المزارع يعني المزارع دي ما تخضع للقواعد العامة والقانون الخاص بها. طيب في الأراضي والعقارات المملوكة للحكومة والمؤجر الرأس سكنية عندنا في السودان في غالب سنة 1966 لأنه هو بنظم مسألة كذا هو برضه استثناء في السودان القانون استثناء الأراضي الحكومية اسمها المباني العامة اسمها السودان اسمها إنها في قوانين محددة هي بتحكمها. طيب في الأراضي والعقارات المخصصة لسلف التملك لماذا؟ لأنهم في المينا عندهم أراضي كذا دي تقول التأجير دي برضه ما خاض عليك بترول طبعا خصوصية المسألة الفوضي كده عندهم حق انه في قواعد عامة وقواعد خاصة بهم. طيب الشغل الفندقية يعني في السودان عندنا الفنادق والشغل المفروشة يعني ناس انتوا ناس عندكم اكيد ناس عندكم عندهم شقق هناك ولا شيء او ترشيد جاهز عشان تطلع من تعقيدات القانونية عشان تفرشها تجيب لك مبتغاز ولا سريرين تريدون بتاعتها عشان بعد ذلك يكون العقد سريع تم بعقدين تطلع من تغييز وقال إيرادة ما تكون أنت في رقبة المستاجر رقبة قانون الإيجارات أنت تكون مالك نفسك مالك قرارك ما تعلق به هي. طيب في المساكن اللي تشغل ظروف العمل يعني بمعنى يعني أنا كنت موظف في بلدية البلدية مخصصة لي السكن مؤجر لك. طيب ما طلعت من السكن البلدية تبتدي ترفع الدعوة عشان تسترد الحيازة ما تقدر ترفع عليه يكون لغة الإيجار ترفع بكرة أنا راح تقول بالقواعد العامة العلاقة بيني وبينه ما علاقة إيجار. طيب ده فيما يتعلق بالمساكن اللي فيها. طيب في السودان طبعا نفس تقريبا نفس الاستثناءات موجودة يعني. طيب بس أضاف ليها اللي هي إذا كان العقار يسكن موظف عام يعني يستغل مسكن معين. طيب ده بينطبق عليه في القانون 69 قانون إخلاء المباني الحكومية وبرضه طالع مباني إيجار المباني. في كثير من الصور القضائية في هذا الموضوع في إنه يعني هل يخضع القانون الإخلاء المباني الحكومية وكذا. افتني الفكرة في واحدة كان في إشكال غريب جدا في 2003 كان مثلا عملوا دكاكين في مدرسة في كسلة وكذا بتاع فالمحلية بتاع كسلة رفع دعوة لاعتبار انه عقد حكومية. فالمحكمة قالت دي ما عقد حكومية دي المنفعة بتاعتها كانت القسم منها هنا التأجير والربح الحكومة دخلت بصفتها مش صاحب السوق والسيادة في كثير من السعودية في كثير من الحالات في السودان دلوقتي القصة يعني أي ناس قال لهم يا أخي أنتم استثمروا في أي جهة حكومية عملوا قسم الاستثمار كل اي حته عملت اي حته فاضيه دكاكين ولا عمارات هاي بيأجروها. طيب دي الاشكالات المرتبطه بتعريف يعني اي عقارات تخضع لقواعد قانونيه. طيب في الاشكالات المرتبطه بكتابه العقد
ليه ما قلت لك في الاول العنصر الاساسي بتاع عنصر الجار انه من العقود الرضائيه، العقود الرضائيه هي لما تنعقد مجرد انها التقاء اراده الطرفين، يعني انا ازغ جغلين اجر طريق اديتني المفتاح اديتني سلمتني الفجر هنا العقد انعقد من غير شكليه، الشكليه مش موجوده كتاب او افراقه في شكل معين. لكن في اماره الوصول هنا القانون هنا القانون استلزم انه عقود الايجار توثق تفرق في شكل معين في جهه معينه هي جهه في البلديه. عشان كده انت اي عقد ايجار لازم مستاجر لازم يكون اول حاجه منها التوثيق. يعني عشان مهمه جدا الحين كثير من المصالح ارتبطت بالتوثيق. بعدين طيب في فرق، واحد يقول لك يا اخي والله يا اخي العقد ما مسجل العقد ما موثق، في فرق كبير جدا في المسائل اللي هو توثيق العقد بيكون في البلديه في اداره اسمها اداره الايجارات اللي هو العقود المدتها 3 سنوات فاقل، دي تخضع عليه التوثيق. ايوه 4 سنوات اكثر تسجيل، يعني توثيقه متسجله. طيب اذا انت مستاجر والمالك رفض يعمل لك توثيق، طيب شو القرار 14 بتاع الشيخ محمد بتاع المجلس التنفيذي تعلم كذا، ادى المستاجر حق انه يمشي يرجع بيها في تفضل مهنه تجاريه يرفع دعوه صحه وتوثيق عقد ايجار. من اسهل التعاون من ارخص التعاون، يعني اي واحد مالك يقول لكم ما بوثق لكم طوالي تجي تحط فلوسك في المنازعات هناك وترفع دعوه صحه وتوثيق عقد ايجار والمحكمه تحكم بينكم وتلزم البلديه بتوثيق هذا العقد. طيب الاشكال المرتبط بالكتابه الثاني، هل الكتابه دي شرط صحه ورشحها والاسباب؟ العمل الالف في التوثيق الكتابه في العقود في التسجيل ده شرط صحه، صحه يعني تكون لازم عشان يكون صحيح في مواجهه اطرافه والطرف الثاني للغير لازم يكون العقد يكون مسجل. التوثيق خاصه انه الماده 3 من القانون بتاع الايجارات ادت المستاجر الحق انه يثبت العلاقه التجاريه بكافه طرق الاثبات. المستاجر المؤجر ده زعما عند العقد ايجار الدعوه تكون ترفض لعدم وجود العقد الايجاري من المالك المؤجر. يعني انت دلوقتي واحد فيكم اشترى له شقه في ليزدرين وجرى استداري ما تاخذ جهوديه بتاع عقد ايجار تقدمه لا تقدمه، وبعدين اي مطالبات اذا كنت انت مالك او مؤجر دعوتك ما تقبل. اما اذا كنت مستاجر عندك الحق انك يعني تثبت كافه طرق الوقت. يعني اللي بيحتج بالكتابه هو المالك، يحتج عليه بالكتابه لازم يكون الكتابه هو المالك. الفرق بين التسجيل والتوثيق يعني شو الفرق؟ التوثيق ده توثيق على عقديات اقل من 3 سنوات. بس الاسم يعني ده اسمه توثيق ده عند الاداره وده عند الاداره. الشغل المالك يكون في بلدية في دارة معينة والتسجيل في دارة تسجيل الأراضي والممتلكات. في السودان احنا ما عندنا الكلام ده، عندنا التسجيل مثلا ما عندنا فرق، يعني حتى القانون ما استلزم من العقد الايجار يكون فيه بشكل معين مفرد معين. في الاشكالية الثالثة ليش الاشكالية مرتبطة بالأجرة، طبعا أهم حاجة في القصة كلها. الأجرة طبعا الأصل إنه الأجرة متفقة على الطرفين. في الأصل. إنه الطرفين بيحددوا ابتداء، صحيح ممكن المشرع يتدخل في نسبة الزيادة لاحق، يعني لكن ابتداء المتعاقدين حرين في إنه يحددوا قيمة الأجرة. طيب في بعض الحالات في بعض القوانين إنه في معايير محددة لتقدير الأجرة، يعني أنا بقول لك الأجرة هنا بالمتر المربع. لا في متر مربع بيقول لك متر مربع يعني مش اجرتها 50 متر تدفع كده 40 متر تدفع كده، يعني مش تدفع على الدكان حسب المتر. طيب بالنسبه لسداد الاجره الاصل انك تسدد الاجره للمالك في المكان المتفق عليه والطريقه المحدده. طيب اذا المالك رفض يستلم منك استلم الاجره حسب القانون في ما توظف هنا انه القانون سمح للمستاجر انه اذا رفض المالك استلام الاجره سمح له انه يودعها في لجنه فضل مواد تجاريه لحساب حساب المالك.
ولذا تكون مؤمن لزمه يتعلق بسداد الجر يتعلق بالسداد. طيب القانون حتى تاريخ 9/11/2013 في مارتا وزوي القانون كان يتحكم في مزاد الزياده المستحيله اللي كانت الاول بدات 7% نزل الثاني 5% بعد 9/11/2013 تركت ليه؟ لاتفاق الطرفين لاتفاق الطرفين. طيب واتفاق الطرفين ده بيكون كيف يعني؟ اتفاق مكتوب بيناتهم او كيف؟ اذا ما اتفقوا القانون في الماده 20 فقط 3 ادى الطرفين الحق في انه الشخص ما عاوز يستمر في الحق او عاوز يعدي شروطه بما فيها الاجره انه يختار الطرف الثاني كتابه. بالنسبه للسكن شهرين، بالنسبه لغير السكن 3 شهور. هذه من الحاجات المهمه جدا جدا عندما تختار طرف يعني. طيب في اشكاليه برضه بتثور فيما يتعلق ب الاجره اللي هي اجره المثل. اسرع وضح الحته دي ما واضحه يعني ليه الاخطار الحق الاخطار قبل طيب طيب العقود طبعا ملزمه للطرفين حتى نهايه مدتها ملزمه. طيب وقانون الايجار عقد الايجار يسمونه العقود المستمره اللي هي اللي ما عندها نهايه الا اذا انها طرفين يعني مش زي عقد البيع. عقد البيع انا عملنا عقد البيع سلمت المبيع انتهت علاقه خلاص انت بقيت مالك وانا طرحت من الموضوع. عقد الايجار لا، عقد الايجار العقود المستمره يعني اللي هي ما بتنتهي الا اذا الطرفين هو يعني ممكن تستمر عمر الدهر سنه في سنه سنه في سنه 20 سنه في حتى تستمر خاصه اذا 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 الاتفاق وضح الشروط المستقبليه يعني مثلا زياده 5% كل سنه 5% الصيانه على كذا ما 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 تكون فيها اشكال. من استثناء من البند ده عقد الايجار في المنازعات يعني كانت في عون ايجار في مرفق زوبي كان في بلوك على حق الملاك في طلب انهاء العلاقه حد قلت لك حتى تاريخ 19/11/2013 كان في بلوك على حق الملاك. الحق ده كان بس مقفول المستاجر انه يختار المؤجر كتابه انه ياخذ نفس السنه الجايه ما حد يدير معك ما عاوز يدير في نهايه العقد حسن انقطاعك بطلع لازم يختار كتابه اختار كتابه. بالنسبة للسكن شهرين والتجاري أو الأغراض الثانية 3 أشهر. طيب بالوقت اللي حق قصة ويتفادى ودي الإشكالات الموجودة في البعالم إنه كل المستأجرين على فكرة. نحن بنمرق الجرافيتا دي نمرق بطاقة الدائرة دي بنكون نحن مستأجرين زي الناس شايلين نفس الحمومة دي. فا بيجي الإخطار مثلا بيجي اللي هي طبعا تركت دي باتفاق الطرفين. اتفاق الطرفين تتم كيف؟ لابد أي طرف ثاني يصنع عنيته بإنه عاوز عدم رغبة تجديد العقد أو تعديل شروطه يتعلق تعديل شروطه بيكون دائما مرتبط بالأجرة أو العقود اللي كانت مثلا 3 سنوات 4 سنوات يقول لك يا أخي طالما السنة الجاية العقد يكون سنة ما يكون 3 سنوات 4 سنوات فلا بد يكون اختار كتابة. أنت بقى تشوف يعني ممكن الواحد يعني زي ما حصل كثير من الناس بتحايل على مثلا في استلام او تهرب من استلام الاخطار اللي هو بيكون اللبنه الاساسيه في 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 دعوه استبدال الحيازه لعدم رفض العقد اللي هو الشخص لازم يكون المؤجر هو لازم يثبت انه اخطا الطرف الثاني. فالاخطار اذا سالته عن يعني ما في سيل معين ما في سيل معين للزياده الغرب ما تكلم عن ايار هنا ما تكلم عن حد اعلى الزياده لكن تكلم عن شروط كيفيه طلب هذه الزياده. فدي دي 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 الاعتبارات المضاعفة تنظر لها المحكمة فيما يتعلق بين كيف تختار. طيب في إشكالية ثانية اللي هي مرتبطة بالأجرة اللي هي أجرة المثل. كيف نحن نعمل نحدد أجرة المثل يعني اختار الطرفين قالوا نحول له أجرة المثل بمعنى شو؟ بمعنى إذا كان أنا مستأجر من شخص ب 25000 و 50 أو 50000 جاء اخترني قبل شهرين مثلا قال لي 5 سنين دي حازل ليك الايجار ده 60000 ما قال لك اخلع ولا حاجه انت طوالي شلت ورقتك قلت لك والله انا استلمت الاختبار منك شغل يزيد لكن الاجره دي كثير علي انا بديك 40000 لا اتفقت لا هو وافق ولا انت وافقت جاء المحكمه لما جاء المحكمه هنا
في حاجه اسمها اللي هو بيرفع دعوه انه يحملوها الاجره الجديده. مجرد ما اخبرك اخبار قانوني الاجره القديمه دي انتهت خلاص، العقد انتهى، اخترق يعني ابطل مفعول الاتفاقات القديمه، لكن ما اتفقت. يبقى اي منفعه بعد التاريخ الجديد هذه لازم يكون فيها مقابل، تكون مغامره وتدفع مقابلها اجره. على اي اساس يتم تقدير هذه الاجره في الفتره هذه حتى واخلوها يعني؟ عندنا حلين في المحكمه لانهم في الموضوع مرفوض هناك، لان عندنا لجنه اسمها لجنه تثمين الاجارات، لجنه خبير يعني تقوم مقام الخبره. المحكمه تحول لنا ملف انها تقدر وعندها تقديرات فيما يتعلق بالاجره الثابته في العقد. طيب دي الحاله، الحاله الثانيه انه ما تكون في اجره اصلا وتكون في اتفاق عليها. كيف الاجره المستعمله؟ برضه يدوها لخبير. طيب لكن لا مجال لاعمال اجره المسك اذا كان الاجره مقدره اصلا، اذا الاجره مقدره اصلا، يعني ما في حد يدفع دعوه يقول يا اخي انا عاوز اجره المسك لاجره يعني اتفق معي ب 20,000، ما تقدر يجي يقول لي يا اخي يدفع دعوه يقول يا اخي انا والله المحكمه انا طالب المحكمه انها تحكم على المساجد باجره المسك. طب هذا دافع قانوني يقول يا اخي هذا لا مجال لاعمال اجره المسك لان الاجره ثابته يعني مقدره موجوده. او الحاله الثانيه يجوز تقدير، اذا كان يمكن تقديرها حسب السوق الحاجه دي وحسب المعمول بها وحسب المنطقه يعني او حسب انواع الصور اللي وصل لكم بها الفكره شنو؟ يعني مثلا اذا كان مثلا في مجموعه دكاكين نفس الدكاكين نفس طارحينها بنفس القيمه الايجابيه. فما يجي المالك يقول لك يا اخي انا عاوز الاجره انت بتمسك بالنسبه لك، لان الاجره هنا يمكن تقديرها بسهوله جدا. طيب في السودان طبعا اشكاليه كبيره جدا في غرام ايجار مباني. غرام ايجار مباني ما استخدم اجره مس، استخدم حاجه اسمها مصطلح الاجره العادله. وفي غالبات في المعاملات المدنيه الاجره المثليه. فدي كانت تكون اشكالات كبيره جدا بين تقدير اجره مس في السودان. صار كثير من الصور الوظائف يتعلق به انه هل يتم تقدير الاجره اذا كان العلاقه ايجاريه يحكم على ايجار مباني. يعني شنو اجره الاجره العادله وتقديرها. فالمهم في سواء قضايا كثير جدا عملت النايو واستخدموا الاجره المثليه والاعتبارات اللي هي الاعتبارات بتاعت انه ما اضيف للمسكن من منفعه التحسينات الاضافيه او النقص في المنفعه النقص في المحل برضه حاجة الناس السكن، عرض والطلب برضه قد تخلوهم معيار، طبعا معيار ما ساعد معيار وما ساعد ما عالي. وثانيا حتى عرض الإيجار، كثير من أجرة المس قدروها على اعتبار الغرض من الإيجار، إذا كان غرض تجاري طيب يطلعوا جدا، إذا كان غرض سكن دائما المحاكم الموقع 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 العقار. تاريخ الإيجار، دي من الأشياء المهمة جدا تميز فيها الغرب السودان على فكرة اللي هو تاريخ الإيجار. يعني ما في مستحيل واحد يكون اجر من سنتين تقول يا اخي انا عاوز اجر مسك. واحد قاعد 20 سنه بنفس الايجار 5000 يقعد فيها 5000 لا يكون في احجار شويه. طيب برضه اعطاك في خط معيار خاص بين عوائد الضرائب، عوائد الدفع وضرائب الدفع هذا برضه تاثر فيها. طيب بعدها خط معيار فصلات جدا اللي هو غلاء المعيشه. غلاء المعيشه طبعا بينطبق على الاثنين، كان المواد اللي كان مستاجر في السودان. طيب نجي للاشكال قبل الاخير او قبل الاخير اللي هو مرتبط بالصيانه. زي ما قلت الصيانه الصيانه نوعين، في صيانه ضروريه للعين المؤجره وفي صيانه تاجيريه اللي غير ضروريه. الضروريه دي مثلا زي المكيف كامل، السخانات، الابواب هذيك الابواب التاجيريه مثلا. هنا طبعا هنا في الصوغ ده هنا ضروري، يعني الناس قاعده تاجر كل سنه لازم المالك حسب الوضع يعني. لكن في السودان طبعا الجلد ده تاجيري يعني صاحب والبياض والحاجات البسيطه طبعا. وبعدك غير اللمه غيرت الحنفيه غيرت شنو كده. دي نوع الصيانه. طيب
الاصل هو التزام المؤجر بالصيام. الاصل انه المؤجر هو المالك، المؤجر دائما يقول المؤجر انا ما بين مالك المالك نفس هذا الديفينيشن ما زي ايوه صحيح، لكن طبعا المؤجر المؤجر ممكن ما يكون مالك صحيح كذا نستخدم كلمة المؤجر على الجاريد عرفتها؟ فالاصل هو التزام المؤجر بالصيام. طيب اذا المؤجر ما عمل صيام كيف الاجراء الاليه انك تعمل تعمل صيام؟ عندك واحد محلل كله او ثلاثه الحد الاول اول حاله تعزل، اول حاله تقول يا اخي انا عاوز صيام تخطر الاعزال هو الاعزال، تقول يا اخي انا في صيانه تعمل لي صيانه كتابه، تقول يا اخي صيانه كذا اضطريت تعمل. طيب ده شطر اول كلام مهم جدا عشان الواحد فيكم ما يقول انه طول سجل بتاع التسجيل بتاع انه كومبليت بتاع عمله دي هاي مهمه جدا، مهمه خالص خالص تنفع في قدام حتى الفصل انواع الفصل ايه مهمه. طيب عزلته ما عمله، عندك واحد من الحلول تيجي ترفع تاتي الدعوة تعمل انت فيزيائي تقدم طلب حمله رايده بالزامه باجراء صيام، هو الفيزيائي يجي المحكمه تلزم انه يعمل صيام. الحل الثاني انك تجي تخلي تقدر المحكمه تقول يا اخي انا عاوز اعمل تمكنين من عمل صيانه نفسي. ليش بعد تقدم دعوه لنفسك ترفع دعوه وطالب ماليه بانك انت عملت الصيانه. لو ما انزلته تكون انت عملت من تبرع من نفسك. قلت له قال لك اعمل من اللي اعمل منك عرفت؟ طيب الثالث وده المفترض كله تعمله مهم جدا جدا. اول حاجه لازم تنزل وتيجي معهم وتقول للقاضي يا اخي اديني امر عريضه انه اعمل الصيانه دي من نفسي واخصم الوجه الثاني. ده حاجه مهمه جدا جدا اللي هي بتضمن لك حقك، لكن لازم تاخذ فيها الاجراء السليم. لازم تقرر في الاول وتيجي تقدم للطلب للمحكمه ويكون معاه عروض اسعار عرضين او ثلاثه ويا مثلا تشيك والله يكلف كذا يكلف كذا تلفى وتيجي تقدم امر عريضه مستعجله حتى ما محتاج ينادوا يعني يسالوا الله المستعان. القاضي يديك الامر انك تعملها تخصم من الاجره. تجي تعملها ب 5000 10000 الايجار السنه الجايه تخصم منها تدري ناقص الاجره بتاعتك. لما تتعلق بالصيانه دي اثار ترتيب الصيانه. بعدين حاجه مهمه جدا في اشكالات مفضله في الصيانه. طيب في اشكاليه ثانيه بصراحه كثير من الناس واقعين فيها اللي هي التاجيل من الباطن. ما كل تاجيل الباطن مع قانون. في كثير جدا تاجيل الباطن غير منظم يعني. اللي هو هو الاصل طبعا عدم جواز التاجيل من الباطن. عدم التاجيل من الباطن اللي هو شنو؟ عدم جواز التنازل عن المنفعه. ده الاصل. انا اتكلم عن ايجار مباني، لكن في الـ في الـ في الـ في العقود الثانيه الايجارات الثانيه كلهم اللي هي قانون حسب 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 ضوابطه. لكن الاصل في المنفعه انك تنتفع، والمنفعه ده بيديك حق الاداره، حق الاداره بيديك الحق في انك تاجل. الا في ايجار المباني. الحق ده مقيد. مقيد بشنو؟ بموافقه المؤجر. طيب حتى اذا وافق المؤجر في شروط لازم الناس تعرفها ليه؟ في اللي متعلق بعقد الايجار. خاصه اذا جيت تاجر من شخص ما مالك. ودي كثيرين جدا يعني. يعني انا بتكلم مش ما مالك حتى البنوك الشركات الكبيره الشركات العقاريه الكبيره ما مالكيه. هي مستثمره. فانت لما تجي لازم تعرف حقها شو؟ عقد هذا بتنتهي عشان انا الاصل يعني الاصل في الايجار بالباطن انه عقد الايجار بالباطن لا يمكن يمتد لمده اطول من العقد الاصلي. تكون مفتح فيها جدا هذا. يعني اذا عقد الايجار الشخص المستثمر عنده عقد الايجار اصلي بينتهي شهر 10 2015 ما ممكن يجي يديك هو نفسه يديك ايجار حتى 10 2016. ما من حق انت لازم تكون تلاحظ المساله دي لما تخش في علاقه بين التاجيل من الباطن. طيب الحاجه الثانيه مهمه جدا لما تكون مؤجر من الباطن لازم تفهمها انه عقد الايجار من الباطن يدور وجودا وعدما مع العقد الاصلي. يعني العقد الاصلي هو الاساس الايجار الباطن هو يبني عليه. إذا هذا الحد لأزمة أسباب، اتفاق الطرفين، إغالة، فسخ هذا المحكمة، اتهام مدته أي حاجة، عقد طوال يتهدى معه ويكون دي من الأشياء، وصراحة في كثير من الشباب
بيبعد مثلا التعليم الباطن دي كثير جدا جدا عندها اشكالات خطيره جدا وتبعاتها كبيره جدا جدا. طيب في اشكاليه بسيطه جدا هي مرتبطه بانتقال العقار. طبعا المستاجر ما بيهتموا له كثير في المساله بتاعتها. واحد مالك جديد انتقل من كده العقار لمالك جديد طبعا. اهم حاجه ان العقد الايجار بينتقل في ذمه المالك. اوتوماتيك؟ ايوه بحسب القانون. طب يسموه انت يسموه الخرب الخاص. طيب الخرب الخاص يعني المستاجر خرب خاص. طيب في نقطه مهمه جدا لازم العمل عقد الايجار اكثر الرسومات اللي هي العقود التي هي بتسجيلها لا يمكن اذا كانت ما مسجله لا يمكن تحتج بها المالك. يعني مالك انت في مالك قديم بعدك مثلا فيلا وانت تيجي تقول لي حط انا عندي عقد ايجار عليه خمس سنوات خليه خمس سنوات استثمار ولا اي حاجه يقول لك وين التسجيل؟ اذا ما مسجل التسجيل العقاري ما تقدر ما حجه عليك ترفع عليك دعوه طوالي انه يخليك غصب ولا اي حاجه انت حقوقك تكون عند الشخص الثاني. طيب الشيء الثاني لو البناء ساكنين فيه انت او الفيلا الساكن فيها او شيء انتقل في مالك جديد وانت سددت الايجار المالك ما عنده حق يقول لك اديني ايجار حتى لو ما دفعت لي يقول لك شوف قال انه المالك عدم جواز مضى المالك بالاجره السابقه يعني اجره انت سددتها انا طالب بها يمشي طالب بها المالك انت مالك القديم دي من حياة المفترض يعني المستاجرين اللي كنت لها بارمي. طيب نجي للحال الاشكاليه الاخيره اللي هي واهم حاجه اللي هي مرتبطه بحالات الاخلاء والاستغلال. دي انا همشي فيها في السودان وغن مرضى الوزراء الاثنين مع بعض. طيب اهم طبعا هي كلها حالات مرتبطه بالاخلال بشروط بالتزامات الاولى للمواطن على المستاجر. سبحان الله كلها على المستاجر. المستاجر هو الطرف الضعيف لكن العلاقه القانونيه الطرف هو الضعيف والمستاجر. طيب التزامات بالضبط كده ومهمه. اول حاجه ما سد الايجار. اذا ما سددت الايجار يجوز المحكمه انها تخليك بعدم سداد الايجار. كم كم يعني ما خمسه يوم ما سددته ولا؟ لما الواحده وجايك حليب واحد هذيك انا في القانون الثاني كم وهنا كم؟ عرفتها؟ طيب في قانون ورطه بظبي الفتره السماح اللي هي يجوز للمساجد انه يسدد فيها الاجره 21 يوم بالنسبه للمساكن 30 يوم غير السكن التجاري الصناعي لانه خلال 30 يوم عندك سماح 30 من هذا العقد انك تسدد الاجره يعني خلال 30 يوم دي اذا المؤجر يرفع الدعوه لك انك ما سددت الايجار تقدر تقول هذه الدعوه مقامه قبل اوان مرفوع قبل اوان وتشتغل دعوه مباشره يعني او اذا انت سددتها قبل اوان جيت او دعتها في اللجنه وجاء الشخص رفع دعوه بعدها تقدم شهاده وتقدم ايذاء والله يخلع دعت الايجار في فضل الوزارات قبل رفع الدعوه خلال المده القانونيه اللي هي بتعفيك من رسوم الدعوه ترفض الدعوه. طيب لكن في شيء مهم نحن في السودان ما عندنا هنا في ابو ظبي اللي هو اذا ثبت المحكمه انك ما سددت الايجار في السودان يخلوا الطوالب. اذا انت قلت جيت للقاضي قلت له والله فعلا ما سددت الايجار ما سددت الاجره طوالي ده يسمونه حكم اعتراف حكم اعترافي طوالي القاضي يحكم عليك بالاخلاء. هنا لا تقول للقاضي يا اخي والله يا اخي ما سددت الايجار اديني فرصه اسدد الايجار. انت تتفادى الاخلاء بشنو؟ تتفادى الاخلاء بانك تسدد الاجره كلها ورسوم الدعوة وما تكبده المؤجر من مصاريف في سبيل قضاء الدعوة. إذا سددت المبالغ كلها تتفادى الحكم عليك بالإخلاء. عرفتها؟ لكن مقابل شنو مقابل إنك إذا تكرر إذا حصل تكرار يعني السنة ما السنة اللي رفعت الدعوة وما تأخرتها والسنة الجاية نفس الشيء تأخرتها يجوز المحكمة تحكم بالإخلاء لسبب التكرار. طيب في السودان اذا المستاجر اثبت انه عرض الاجره على
المؤجل قبل في الدعوة وكان التأخير سبب مقبول المحكمة ما بتحكم بالإخلاء يعني. لكن إذا وصل المحكمة وعطلت المحكمة ما تقدر تسدد بالمحكمة. طيب التأجيل من الباطن هو التنازل عن الإيجار. شنو الفرق بين التأجيل من الباطن والتنازل عن الإيجار؟ التنازل عن الإيجار ما هو إنه تجيب مؤجر يحل محلك في التزام بعدم بعدم موافقة المؤجر. يعني يجي شخص انت تقول لي اخي انا اخذت شقة دي تحصل دي الصورة الشائعة هسه الزوج الشخص يجي يتنازل لك عن الشقة بينك وبينه ياخذ فلوسه يدخل الرجل شنو ولا يسميها اي حاجة ويديك وكالة ملك وكالة انت تتابعها تدفع الكهرباء انت تدفع الايجار انت بس انت وكيل يعني مش وصول. ده اسمه التنازل عن الايجار. التأجير من الباطل انك تأجرها لمنفعتك انت. يعني باطل انك تأجر انت امام المؤجر انت ملتزم بكل الالتزامات. وتأجير من الباطن. وفي إشكالات طبعا إذا أثبت التأجير الباطن ده بيخلوك على طول بدون موافقة، موافقة وإجازة. طيب ده نفس ده هو نفس الإجازة الباطن نفس في شطان الشرعي. طيب في السبب الثاني اللي هو مخالفة العدد المتعارف عليه في السكن. ده طبعا صدر قانون صدر قرار في البلديه بينظم انه في كل شقه كل غرفه يسكن مقام وكذا كذا يعني بيئه سبيل نظمت المسألة كانت مفتوحه ما يعني خاله تقدير خبير شيء متعارف عليه. لكن دلوقتي نظمت البلديه بقرار واضح الشرط الحاله الرابعه هي استعمال العين بطريقه مخالفه للشرط. يعني اجر لك دكان تاخذ له سكن جاب لك مثلا سكن مطعم استخدمت مخبز. طبعا المسألة هنا شوية صار مثلا مضبوطة من جهات غير المالك المستأجر حكاية الأغراض بتاعت النادي فما ما 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 بتلاقي كثير من التعاون هنا. لكن تكون وين الحالة؟ تكون في شنو؟ اللي هي في حتى المحل التجاري ناس كثار جدا بيشتروا المحل التجاري بحيطان نازل فيها. فدي اشكالات كبيره عندنا في منازعاتنا. والغنم فيها ما نصب صراحه يعني. فحد الوقت لقيت شخص جاي مشى جاء محل ممتاز جدا شغال كويس جدا. عجب المحل جاء اجر عشان المحل سمعته محل ومكان يعني موقع. فبعد فتره شريت ثلاثه يجي المالك راك عندها والله انت ما تقدر صحيح زاد نازل لك في البلديه والمنظمه الاقتصاديه لكن ما من حقه يتنازل لك عن المحل هذا ما يملكه. فدي اشكالات. السودان عندنا ما عندها اعتبارات في السودان. حاكم ما تحتضر المسائل لكن برضو في نوع ما في الحاله الخامسه حاجه اخرى هي استعمال المكان. الكلام نفسه في السودان نفسه موجود نفس الحاله في الفروق دي اللي في حالات الشاذة جدا. استعمال المكان المؤجر بطريقه ضاره بالصحه دي برضو تدخل فيها اعتبارات خبر وما خبر وكذا. طيب أو بطريقة مخلقة أو منافع نظام العام الأداء. أيوه. طبعا نظام العام ما كان قبل في أعمال واحد عامل عنده قريبه في يكون في النظام العام والحاجة دي طوال يمشي يفتح بلاء فيه بطريقة عملوه قبيل لا تحصل قصة يجيب الحكم على طول يخلع لأنه الحكم الجنائي طبعا حجة على المحاكم المدنية. طيب في الاخلاء الجانب كل الناس طبعا دلوقتي اللي هو الاخلاء الهدم هو الصيام والتحرير. طيب الدعوه ده سجلت ليه؟ لانه كان في ظل انه حق الملاك يعني عليهم ضرب من القانون كان بيرجعوا للمثل انا والله عاوز ازيد الطوال يجيب تصريحات. طيب دي عندها شروط طبعا المثل بتاعت الهدم دي عندها شروط بس دلوقتي طبعا اختفت طبعا. انه لازم يكون العقار مبني اكثر من 15 سنه يعني عمره يعني. بعدك في تصريحات في تصاريح معينه من جهات مختصه كهرباء وصرف صحي ودفاع مدني وشرطه وحاجه كلها دي موافقات لانه على ال طيب في شرط مهم جدا اللي هو منح المستاجر مهله الاخلاء 6 اشهر. في كثير من المحامين بيضربوا البدر اللي هو دائما المهله دي
المحكمة ممكن تدير محكمة بأن نهاية الدعوة وليخ الله نحكم بالإخلال السهام، لكن الإخلال ما يتم إلا بعد 6 أشهر ولا نكسر عدالة لكن بعض المحامين يقول لا الكلام لازم تختارني قبل 6 شهور يعني تديني 6 شهور حتى أبدأ ترفع دعوة الإخلال. طيب لكن القانون قال يا 6 أشهر من تاريخ صدور التراخيص اللازمة، التراخيص دي حد ناس 8 لازم تكون 8 أوراق المستوفاة للدعوة حد 8 ممكن واحد تكون قدمته قبل 5 سنين يرى طبعا 5 سنين حتى لكن موافق أول واحد قدمته تقدم معاك مستوفي شنو عشان كده المحاكم كانت المحاكم هنا قاعد تمشي تبدي يعني المحاكم هنا تبدي 6 شهور بعد الإخلاء. طيب الأستاذ الحق محمينا متعلق الذات متعلق بالصيانة والهد إن عنده الأفضلية والأولية في إنه نرجع لنفس العقار، هو عنده الأولية إنه يرجع صحيح ما بنغير من نفسه لكن شنو عنده الأولية إنه يرجع. طيب إذا المالك أخذ حكم بالإخلاء ومشى خلاص الهد حكم الهد وإخلاء ما مشى على الصيانة كده بتاع هذا ديو ما هدم يجي المستأجر يدفع دعوة إنه الشخص ما هدم وما كان بإجراءات المعمار يطلبه إنه يدو تعويض كان بجرس سنة كاملة إنه ما تتجاوزها كده يطالب بالتعويض بجرس سنة كاملة. أنت لو واحد عم يقول كده طلع كل الهدم دي واستغل القصة دي جوز استغلها كويس تعويض. طيب دي نفس الشيء في السودان نفس ال طيب دي ليه الفرق الكبير بين القانون السوداني وقانون الإمارات المتعلق بطلب الإخلاء الحاجة الماسة كيف سمعتوا الإخلاء؟ حاجة الماسة فقالوا في قانون الإمارات أبو ظبي طلب استبدال الحيازة قصرت على السكن فقط يعني ما تقدر تطلب حيازة محل تجاري أو أرض صناعية وكذا لحاجتك ليه أنت ما تقدر بس للسكن. الشرط الثاني انك تسكن بنفسك ده يمكن القانون الوحيد حتى في الامارات هنا امارات دبي والمالديف يقول سكن ليه قبل اولاد البحرين وفي السودان وفي مصر كل ليه اسرتك يعني هنا في ابو ظبي يمكن كانت صيغه على العجل يعني انه السكن بنفسك. طيب والشرط الثاني انه يكون ما عنده عقار ثاني صالح للسكن في نفس الايريا. عندنا في السودان انت ما دام بابا غريبه ما دام انت 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 عندك ما انت حر تسكن في تحت العقد ما دام كل املاكك انت حر انك تختار العقار الثاني ترفع عليه دعوه يعني ما هي عندي بنت ديره اقوم ارفع البيت على الصوره انت تبدي يقول لي يا اخي انت هتسكن في بدك اخلي دعم لدخلي انا ما دفع القانون يعني لكن هي دفع قانون. طيب ولا بد انك تختار المستاجر قبل 6 شهور هتراقب يعني لو جاب لك المال هسه واحد مشي قال لك يا اخي والله انا عاوز اسكن فيها نفسي والعقد بقى لي 3 شهور وكتب لي الكلام ده عشان عاوز اسكن فيها نفسي استني موقع على طول من غير ما لما يجي قال لي والله قلت له 3 شهور حتى استنى 6 شهور 3 شهور ده غير الاخطاء الثاني بتاع شهرين عاد الرابط يعني فكان دي كان بيقول لها دائما لا بيقول لها في ظل بلوك كان حاصل عليه في التعلم. طيب وشرط الرابع انه ما يستغلها مده سنه على الاقل مع من يخلى يستغلها سنه يسكن فيها سنه اذا ما حصل كده برضه نفس الشيء بيرجع تدفع تعاون يرجعوك وكذا و طيب ده في القانون السوداني طبعا هي الحاجه الماسه للعقار للسكن للتجاري وليك ولاولادك صحيح ان التجاري لازم يكون ليك انت لشخصك يعني ما تقول يا اخي انا عاوز الدكان بتاعتها عشان ولدي يفتحوا مغلق ولا تفتح انت نفسك براك لوحدك. افتكر انا خلي موضوع الاستفسارات الرتبه اكيد حتفتح الله وشكرا جزيلا وعفوا عليك. شكرا جزيلا دكتور الواسط. بس قبل ما نفتح باب الاستفسارات في نقطتين ثلاثة أحب أن أوضحهم شوية.
بالنسبه لإرادة الطرفين في التحاكم بالنسبه للإيجار صاحيه ومفتوحه إرادة الطرفين، لكن لازم تكون وفقا للنظام العام والشريعه والاخلاق والمسائل، لانه عقدك ما بتجيز الجهات العدليه اذا كان فيه شرط مخالف للنظام العام. دي واحده. الثاني بالنسبه للفرق بين التوثيق والتسجيل، العقود الاقل من 3 سنه، التوثيق عمل في اماره ابو ظبي او البلديه بالتحديد نظمته، ده علاقه بتاعت جهات حكوميه مع بعضها لتنظيم اليوتيليتيز الكهرباء والمويه والصرف الصحي والمسائل دي كلها مربوطه بالتوثيق. يعني اذا ما عرض ما موثق بيكون في بلوكينج عليك في الكهرباء، بلوكينج عليك في صرف الصحي والمسائل دي. اما التسجيل، التسجيل اهميته في انه بيديك الحق انك العقد بتاعك المسجل محبي، في نفس الوقت بيرتب حقوق ليك عند اطراف ثالثه غير العقد. الطرف الثالث ده مثلا ممكن يكون البنك تو فاينانس العلاقه، فعرضك اذا هو مسجل ما بيحصل له فاينانس، ما بده فاينانس. يعني التوثيق العقد الايجار يتعمل لتنظيم العلاقه بتاعت توفير الخدمات الترشيح. في نفس الوقت برضه فيه نوع من الحمايه للمستاجر، لأن الملاك زمان كانوا يجيبوا ورقة من البغالة ويعملوا لك بها عقد. الحين صار العقد فيه فورم معين عند البلدية، أنت ما عليك أي شيء، تجي تعبي الفورم ده وفي السيستم وعندك كود، عقارك عنده كود وبيعملوا لك بها توثيق. أما العقود طويلة الأجل مثل العقود التفوق 20 30 40 سنة وتبقى حتاك عقود مثلا المسطحة أو عقود استثمار طويلة، بالضرورة تسجل عشان تكفل لهم حقوقك لدى أطراف ثالثة منها الجهات الممولة، لأنه عندنا هنا في الأراضي الصناعية إذا العقد المساطح ما مسجل ما بحق لك رهن المؤسسة أو المصنع أو الشيء اللي عايز تقيمه على الأراضي الصناعية بدون تسجيل يكنط، ويكون عندك عقد بينك وبين مالك الأراضي الصناعية لكن ما بيرتب لك اي عقود بتاعت فاينانس. والحين صار كل العقود الصناعيه محتاجه لفاينانس، لان العقود الفاسيلتيز اللي تقام على الاراضي الصناعيه مكلفه جديد، فما بيقدر الشخص المستاجر الاراضي الصناعيه انه يمولها. عشان كده بالضروره التسجيل للعقود التفوق مدتها 4 سنة وما فوق. 4 سنة سواء كان عقد ايجار وفوق من 15 20 لحد 50 سنة لحد 100 سنة تبقى مساطحة، والمساطحة ترتب لك حقوق أكبر. ونفتح المجال للاستفسارات في الأطروحات اللي طرحها الدكتور الواسع. شكرا. السلام عليكم. شكرا أستاذ الواسع. الحقيقة يعني أنا عندي أربع نقاط. النقطة الأولى تأشرت للظروف الاجتماعية أو الأحوال الاجتماعية اللي بعد مرات يعني بتحكم العقد. طبعاً دي يعني يمكن تقودنا للمسألة بتاعت العقود العرفية اللي هي كثير جداً في السودان. في السودان أي واحد عنده بيت أو شقة أو كذا بيأجر لواحد بدون ما يعمل يعني بتفاهم، لكن بدون أي نوع من كتابة العقد. يمكن يكون في شهود، وبعدين ممكن يكون عندك دليل أنه الراجل ده بيدفع لك بشيك وكذا. فأنا عايز أعرف يعني مدى يعني اعتداد المحكمة بالعقود العرفية أو يعني. الثاني اللي هو التعسف في استخدام الحق. أنا آسف أن أستخدم كلمة يعني أو تعبير قانوني، أنا ما قانوني، لكن بعد مرات المؤجر بيطلب صيانة بعد طلب الإخلاء، بيطلب مبالغ على أساس أنه واحد حيجي ويشوف العقار، وبعدين صح يعني يقول لك تسلمنا لها زي ما نحن أجرنا لك، لكن طبعا الناس بينسوا أنه
يعني في الاستهلاك وفي وير اند تير والحاجات الكثيره دي يعني. فبعد مرات المؤجر بيطلب يعني صيانه مبالغ فيها يعني. وده افتكر عنه نوع من التعسف يعني في استخدام الحق. الثالث مدى التزام المستاجر بالصيانه في ظروف خارج ارادته يعني. بمعنى اخر انا حكى لي واحد انه هو مؤجر شقه مؤجر فيلا وحصل انفجار لماسوره خارج الماسوره الرئيسيه بتاعت مويه. فالماسوره الرئيسيه دي اثرت في الاساس بتاع البيت وهو بلغ صاحب العقار. والمهم حصل انه قدرت الخسائر للاصلاح ب 10,015 والزم المستاجر بدفع هذه ال 10,000. فانا ما يعني ما عارف يعني دي ظروف خارج ارادتي طبعا يعني وكده. والنقطه الاخيره يعني مثلا تقييد الاخلاء بانزاب لمده 6 أشهر او 12 شهر زي ما في دبي مثلا. دي بتعمل مشكله لانه يعني انا صاحب عقار عايز امشي من البلد مره واحده. فانا ما بقدر اقعد انتظر لمده سنه عشان انا عايز ابيع وامشي. فيعني ما راي القضاء في مساله تقصير المده بتاعت الانذار او يعني الناس يصل لحل؟ لانه بعد مرات انت ما بتقدر حتى يعني ترجع عشان تشوف احوال العقار بتاعك كده انت صاحب عقار وكده. فتقعد تنتظر 12 شهر او 6 شهور انت عايز تبيع. فالقانون ما بيديك الفرصه انك تقعد تبيع وتمشي الا بعد انقضاء 6 اشهور او 12 شهر. بسبب مالك يعني. شكرا. طيب بالنسبة للكتابة قلت طبعا إثبات في القانون طبعا في 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 حاجة يقول لك الدليل الذي يفصل عن نفسه مستند. فأنت لما تكتب عقود الإيجار دي في إسكان سهرة وهنا لما تكتبها تكفي نفسك بالإثبات. يعني ما تودش الإشارة شهود وما شهود كده أنت لازم تقعد المحكمة ما تاخذ بال 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 بالشهود كده في العقد زي ما قلت عقد الايجار ما من العقود اللي طلب افشاها بشكل معين خاصه في السودان. وهنا كذلك هنا في الامارات فضل مولانا عقد التوثيق ده هو اثبات يعني هو اثبات. وحتى القانون هنا في الشين قال انه يجوز المستاجر اثبات العلاقه الايجاريه بكافه طرق الاثبات بما فيها شهاده. الله يخليك. طيب التزام المستاجر بالصيانه ما هذا التزام من الالتزامات الاساسيه بتاعت الواقع على عاتق المستاجر انه رد العين المؤجره بالحاله اللي تم استلم لها التعاقد الا اذا كان في اتفاق غير ذلك. اذا كان في اتفاق غير كذا ما 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 عندنا ذلك. لكن التزام القانوني سابق القانون انك انه المستاجر لازم يرد العين زي ما استلم بالحاله التي استلمها تحت التعاقد. صحيح في اعتبارات يعني ما يقول لك سلمني الفطاس بتاع المويه فوق ده زي ما هو في الحالات الاولى يعني تجيب واحد جديد اذا اصر. طبعا في التزامات التزام الاصل التزام بالصيانه الضروريه على عاتق المؤجر. انت تنازلت عن حقك ده تطير فتره العلاقه الايجاريه مع اي حاجه عملتها بنفسك انت بعدك تكون طوعي انت ما تنازلت عن حقوقك يعني. طيب بالنسبه للكيس اللي ذكرت انت متعلق بانه تم الزام المستاجر بانه يدفع عشان طبعا ما منعناك على اي حكم طبعا اذا كنت تحت المحكمه ما منعناك على اي حال من الاحوال. لكن اذا تقاعس المستاجر عن ابلاغ المؤجر بحاجه اساسيه دي ودت اسر ده طبعا خطا من جنبه. اي خطا سبب ضرر بيكون يعني خطا عذر يكون خطا يعني ما يكون يعني فعل ما ممكن يكون خطا فعل سلبي لو زي انك انت بس الله بس المستاجر مش المالك ده انا اخليه اضره خلي المودي فاتحه عرفتها؟ هذه
ممكن تكون يعني ممكن تكون ملابسات انا ما اعرف. اما فيما يتعلق بال مدة الاختيارات دي انت ما انت ما تتصرف انت في 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 العقار ضمنك هو تصرف مال تبيع يعني ما بتحتاج موافقة المستاجر عشان تبيع تبيع يعني بيقول لك كده المفترض يكون المالك الجديد هو اللي يكون عنده تخوفات دي عرفتها؟ فوق اللي كده يعني بس بيقول لك انتظر لغاية 6 شهور يعني أدي الرد من إنذار لمدة 6 شهور أو 12 شهر مو عشان تبيع عشان أنا عايز أبيع لا مش عشان تبيع عشان تخليهم على فكرة الشخصية في السودان في السودان إذا المالك الجديد إذا كان عاوز يعني استرد حيازة عقاره لا بد لا لازم يختار المستأجر بأنه صار المالك وأنه يحتاج البيت قبل 6 شهور من رفع دعوى لازم يكون دكتور الواثق ولا يفتى هو مالك في المدينة طبعا أنا كنت يعني بصور أنك تلقي بعض الضوء على نقاط قدام موضوع سؤالي بعض الإشكالات اللي هي ضمان القانون تحديد الصفوف تبع الاستئناف يعني تحديد ربط معين لانه الحكم ما يستأنف الا في حدود مبلغ معين المسألة دي هي يعني هي مش بتفوت مرحلة من مراحل التقاضي لناس فئة بسيطة يعني اي نعم فهل المسألة دي انتوا يعني بحثت او من واقع العمل تبعكم يعني وقفتوا عليها او في مقترح زي كده ايضا في ظل تناول فقه التشريع التصالحي في دوله الامارات تلقى لجنه توفيق ومصالحه تلقى توجيه اسري تلقى فتحضير الدعوه يعني اعتبره تجربه كانت جيده لو كنت قضيت لنا فيها دوره في تقليص الخلاف بين المؤجرين والمستاجرين خاصه بعد ما سر الوضع الجديد تبع اطلاق الايرادات في تحديد الاجره يعني. وبعدين هل لجنة تسمين الإيجارات دي هي أدت يعني دور قدر يقدم حلول يعني إزاء الغلوات على المستأجر فالمؤجر المؤجر بسبب أو بآخر بدل 20 ممكن يقول لك 60 عايز عايز ما عايز أطلع فإلى أي مدى لجنة التسمين دي يعني عادت المسألة وحدت من هذا التعسف كلام كثير ونتيح الفرصة الآخرين شكرا جزيلا أتمنى زين دي صعبين صعبين لا لا أنا إحنا ملزمين بما ورد القانون أما أي كان بيكون رأي رأي حتى مش رأي غطائي رأي فقهي وذا أنا قد تبعت نفسي منه مع عارف المزرعة بتاعت الصفوف بتاعت لكن من باب تعرفوا إنه أي طبيعة المنازعات الإيجارية في المنطقة الضبي إنه حدد إنه أي دعوة قيمتها أقل من 100,000 درهم الإيجار يعني يصدر فيها الحكم بصفة نهائية يعني لا يجوز استئناف من أي مرحلة ثانية إذا كان هذا الإيجار أقل من 100,000 ولا يجوز طعن فوق النقد الدرجة الثانية من التقاضي إنه إذا كان أقل من 500,000 درهم لا يجوز طبعا ده كله طبعا اعتبارات العملية وسرعة الفصل في إنجاز في مسألة المنازعات الإيجارية فصل الدعاوى الإيجارية لأنها كثيرة جدا ومعقدة. طيب طبعا في إطار التعديل الأخير في قانون الإطار المدنية أنشر قسم اسمه قسم الدار الإطار المدنية من أهم مهامه إنه أول حاجة تغليس الإيجارات وتغليس فترة التقاضي والتكلفة وكذا. من ضمن الأشياء اللي هم وسعوا الحق في إنه المحكمة تقوم بدور أكبر في مسألة تسوية المنازعات يعني عرض الصلح وتعمل سد المنزل لكل الإشكالات في كل المحاكم مش في محاكم الإيجارات بس لأن عندنا التجربة في الآن اللي هو اسمه قسم إدارة اسمه تحضير الدعوة وطبعا في السودان عندنا هناك الناس اللي هو يسمونها الإيجارات الأولية اللي هم بقى بنفسه في السودان هناك اللي هي تبادل المذكرات إلى مرحلة سيارة نقاط النزاع قبل السماء إحنا هنا طبعا كنت بتبادل مذكرات كل التقاضي يقوم على تبادل المذكرات مع مستندين كلهم.
الإمارات. هل السودان هو الرابع في الشفعية ويكون في استجواب ويكون في خلاف ونزاع؟ فتعلق به في القانون الإمارات ماشي صورة يعني ممتازة بيضع حلول عملية جديدة وحلول جديدة كانت دعوتهم تطبق في حتات معينة عند القانون الإمارات. وده هيختصر كثير جدا من الجهد والوقت والتكلفة بتاع التقاضي. والنقطة بتاعت لجنة التسميم. لا لا كذي كذي هل يعني بعد تؤدي دور بيخدم ال والله هي قاعد هي هي يعني قاعد تغيم حسب المعايير طبعا يعني كل حالة على حدة يعني مو زي مش يعني ما عندنا اعتبارات ثابتة زي إمارة دبي يعني نفس إمارة دبي تمشي تفتح الموقع بتاع أراضي الأملاك تدخل موقع عقارك ويديك على طول عشان يقول لك يا أخي المالك من حقه يزيد عليك كده. أنا حسب علمي إنه في لجنة شغال في هذا الموضوع متعلق بتثبيت معايير تسمين عقار الإيجار. فعن الواثق إنه قال أكثر العقود شيوعا في الإيجار ولكن أكثر العقود شيوعا على موضوع هذا الزواج. أنا داير أسأل بس هو ذكر حتة صغيرة كده بتاعت إنه في السودان إذا عايز تتجاوز الحتة بتاعت الإيجارات إنه بدل ما تأجر الشقة أو البيت فاضي تأجر وتفرش. أنا بزعل إذا في إمكانية وضح لي النقطة دي ولا داير أقول كلام كبار في القانون بتاع شكرا جزيلا يا واثق قلت لنا كلام جميل كده ممكن طبعاً شيء المفروض اللي طبعاً هي الناس بدائم قانون استثناء قانون خاص طبعاً في قانون عام اللي هو قانون المعاملات المدنية هو اللي بيحكم العلاقة التجارية. طيب في قانون خاص ينظم إيجار الأماكن بغير السكنة وكذا. طيب استثنى القانون من تطبيق احكامه السوق المفروشه يعني رجع لي وين رجع لي القواعد العامه اللي هي من قبل قلت لكم انه في فرق بين سلطان الاراده وتغيير سلطان الاراده اللي هو العقد شريعه العقدين يعني في الشركه المفروشه تقول يا اخي والله العقد ينتهي بتاريخ كذا انتهى الموضوع ما في اختارات ما في طريق رسم القانون للاختار والانذار او للمده او الزياده يعني لو شك مفروشة قلت يا أخي والله السنة دي أنا بأجر لك السنة الأولى بخمسين مليون السنة الثانية بمئة مليون لكن إذا كان خطأ قانون جار ما يمديك حق لك إلا تزيد ثلاث سنوات كله ثلاث سنوات تزيد ما يزيد 6% ده في السودان هنا طبعا كان 5% حتى لو نص على العقد لا إذا كان شك مفروشة لا شك عادية حتى إذا نص على العقد لا مخالف لا يجوز الأطراف اتباع المخالف حكم هذا نص عامل. شكرا للدكتور على الإضافة الجميلة. أنا بسأل عن إيجار هو أنا بفتكر إيجار هو إيجار الأراضي من الحكومة هو الليس يعني الحكم أنت الحكم اللي بتقدم على الحكومة لمدة 30 سنة 40 سنة حسب الاتفاق أو أول قانون. طيب هل من حق الدولة إنه لو الليس انتهى تطلعك وتعمل وتأجره تاني لنفس الغرض؟ يعني أنا بحكي كيس حصلت في مدني في ناس كان عنده الليس لمدة 30 سنة وتمت 30 سنة ونزعوا منهم وباعوا بنفس الطريقة لآخرين. طبعا هي بعد القانون بتاع سنة 72 في 71 يتعلق بالأراضي طبعا الحكومة طبعا هي ما تفوت الأراضي كلها مملوكة حكومة السودان تديها بعقود الحكر دي المنفعة تسموها المنفعة دي لمدة معينة إذا انتهى العقد طبعا بالضرورة ما خاض على ما بيعرف بالنظام مع العقيارية
العاديه دي عرفتها؟ فهي انت بتطبق فيها القواعد العامه. فالذات لما انتهى عقد الرياض الحكومه دي عشان محلها تعدي تظلمها عاوزه. ده رايان ما حخش في الكيس في التفاصيل لكن طبقنا القواعد دي اللي يعني الحكومه رجع فيها يعني اكسر البيت اللي انا بنيته ده يتكسر. لا في تعويض ده بيكون بعد لما هو ثاني. ما ده في تعويض يكون في ده على الفريمليب إجنورانس إذا بليس دي إل آي ذا بليس يعني منتهى السعادة والنعيم. على مرات القانون ده أحسن تكون جاي البيت وتسيبه ما يوجعه. لكن ده المسألة إذا في العقود السكنية بتاعت المساكن هنا في إمارة أبو ظبي اللي هي خاضعة للقانون ده القانون في المادة 16 اللي بتنظم موضوع الإشكاليات بتاعة الإخطارات والزيادة الزيادة نلاحظ بالتفصيل المادة 16 دي جزاء حتى أنتوا دوركم فيها خرجنا بتاعت المادة. طيب إذا كان صعب العقار والآن الطريقة اللي يدفع عنه يفرض زيادة فرض على الزيادة أخطر إجبار رسمية وأنت رفضت أن تقبل هذه الزيادة معناه أنك رفضت تقبل الإخطار الرسمي دي يعني. هل من المفروض هل أنت المفروض ترد عليه في أعتقد شهر آخر شيء أو أقل شيء شهر من انتهى العقد التعريفي أو شهرين أنا عايزك تحدد لي المدة. أنا شايف إنه القانون قال المينيمم بتاع شهر أقل شيء شهر تقريبا مدة 16 دقيقة ورد فيها إنه الإخطار بالرد لعدم قبول الزيادة المفروض يكون الحد الأدنى بتاعه شهر. ما هو ما هي الصيغة بتاعت الإخطار دي الحالة دي؟ أنا رفضت الزيادة أقول له والله يا أخي أنا رفضت الزيادة تبدأ مع حياتي إقرار بأنه أنا أصلاً استلمت الـ الإخطار بتاع الزيادة اللجاني بشكل مكتوب يعني كيف خارج من الإشكالية دي. ثم بعد ذلك هل أمضي أنا في أنه أدفع الإيجار القديم ثم نفاوض على الهامش بتاع الزيادة قدام لجنة المنازعات ولا كيف بتتم المسألة دي قانونيا؟ شكرا جزيلا. أنا ذكرت في الأول عن إنه الزيادة كانت يعني حتى من تاريخ 9/11/2013 كانت محددة بنسبة 5% سنويا قانونا. صدر قرار من المجلس التنفيذي انه هذا الغى البلوك اللي كان عن هذا والغى مساله 5% نفسها وترك الامر في جمله واضحه عن اتفاق الطرفين. طيب اتفاق الطرفين ده ما دام هو الشخص افصح عن نيته بالكتابه انت كمان لابد تفصح عن نيتك بالكتابه عشان تقول يا اخي انا ما موافق على الكلام ده. ارى انه الرجال الحين قاعد تسمع الرد للمستاجرين المش موافقين بس بيجي يقول يا اخي والله للجنه حصل كثير انه انا استلمت الاطار لكن الاجره دي عاليه اطلب مني حالتها للتسميد. ايوه هي التسميد هي بتحدد بعد ذاك ملزم ليك وللمؤجر قرار التسميد هو ملزم ليك. طيب انا متاكد الاشكال بيجي وين؟ الاشكال بيجي انه الاختار ده بيوقف العقد القديم اذا كان اختار قانون صحيح بيوقف العقد القديم بمعنى انه اي يوم بعد نهايه العقد بتكون عنده وجه ثاني مش وجه قديم حتى لو ارتحت في فرض المنازعه عندنا القانون ده حق النتيجه انت وده الايجار في فرض المنازعه التجاريه هو مو بلزمتك فيما يتعلق بالاجره. يعني يجي يقول لك مثلا والله يا اخي الايجار كان مثلا 30000 بقى 35000 انت دفعتها ال 30000 يقول لك يا خلاص كمل عليه ال 35 بناء على قرار اللجنه اذا انت اخذتها. فالافضل الافضل الافضل انك ترد على الشخص اذا كان عندك النيه تنازع في استلامه الاخطار احسن مره
التكنان يرتب قرينة على سلامة الخطأ. يعني إذا ما رديت يكون أفضل. إذا عندك النية عليه يعني مثلا إذا ما استلمت إخطاء وقعت عليه يعني ما أديته بينة دليل في يده يمسك عليك إنك استلمت الإخطاء. إذا كنت ناوي اللي قدام في المحكمة دفاعك يكون كذا الأفضل إنك ما تروح. بين الشهود مثلا. أول الكتابة لا يجوز شوف القاعدة لا يجوز إثبات ما يخالف إثبات الكتابة إلا بالكتابة. طار شهرين من طرف هو شهرين لا ما خلاص إذا جابلك هنا من شهرين استلم موقع هو بيطلع استلم موقع يعني في مثلا شعار سدي شعار قبل أنا أرسلت شعار قبل ثلاث شهور لشخص مؤجر عنده غرفتين مصالة بستة وأربعين مستأجر مني بستة وأربعين غرفتين مصالة أديته الإشعار لستين تخيل في عمارة أبوظبي بستين فقام رفض لكن وقع قبل ثلاث شهور باستلام بممور بختم وكل شيء ومشى أولى في لجنة المنازعات دفعة أولى 23 تفاجأت إنه مشى أولى المبلغ فهل أرفع عليه دعوة ولا طبعا انا هتكلم من ناحيه قانونيه في الكلام مش قانون الايجار قال اختار لكن ما حدد اليه الاختار يعني كيف يتم الاختار مع يعني اذا كان في اتفاق في العقد بالفاكس بالايميل باي حاجه اختار اذا ما في اتفاق يبقى يطبق اذا ما في فرص يطبق قانون الاراضي المدنيه قانون الاراضي المدنيه حدد كيف يتم الاعلان ما تكلم اختار تكلم عن الاختار في قواعد معينه يمشي تقدم انذار عادي المعلن يمشي الشخص يسلمه اذا ما سلم في الطرق البديله الاعلانات كذا طب اذا جاء الشخص اودع في لديه فتره مناطق تجاريه طبعا بيستخدم حقه القانوني ما قاعد يستخدم حقه يعني المحكمه ما قاعد يعني انصروا على المؤجر تحقق قانوني حددوا قانون الايجار انه اذا المالك رفض استلام الايجار يجي المستاجر يخط الايجار لصالحه وده يكون مبرر لزمته فيما يتعلق بشنو؟ بالاجره. يعني اذا جاء المؤجر رفع دعوه اخلاء لعدم التجاوز والشخص استلم الاخطار هذا المستاجر ما يقدر يدفع يقول يا اخي انا والله يا المحكمه ارفض الدعوه عشان انا سددت الايجار. نقول يا اخي الايجار ده تبي له شيء موجود لان الجنه ما رفع دعوه بسبب على سبب هو شريك في شركة وبعدين في شركة ثانية شريك فيها الأسامي مختلفة فجاء مثلا حصل إيجار استأجر فوق باسم وتحت باسم ثاني فجاء يعني طور الموضوع الإخطار جاء ما جاء سلموه في المحل المنصوب لا جاء سلموا واحد مندوب هندي شغال في الشركة اللي تحت المختلفة خالص عن الشركة الأولى هنا الإخطار استلموه هل في الحته دي يعتبر انه الاختار ده قانون استلمه ولا ما استلمه بس طبعا السؤال ده انا كنت القاضي الحاصل في الدعوه ده موضوع ثاني لكن من حق المستاجر ده يطالب بالاستلام الاختار الشخص اذا ما سلموه للشخص في مكان لما اختار شخص ثاني لكن ما تجي يثبتوا انه في عندهم هو الشخص شريك في هنا وشريك في هنا وما زالت وقايع ما قانون يعني تكون الوقايع اذا اثبتوها دي مستلمون تكون يعني اذا اثبتوا قرينه العلم هيك خلاص يبقى اختار قانون هم اذا ما اثبتوا قرينه العلم تكون ما صحيح شكرا جزيلا دكتور الواسع على هذه الاضاءات